أم المساكين. استوقفني قول الله سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فإذ بي أجد أن ربنا عز وجل قد ختم هذه الآية بمفتاح من مفاتيح السعادة، ألا وهو الإنفاق في سبيل الله. وقد استوقفتني كذلك كلمات للسعدي رحمه الله وهو يفسر نفس الآية، إذ يقول: عنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه، فلا إخلاص ولا إحسان. فكثير منا يخوض غمار الحياة بحثاً عن السعادة، ويبذل الغالي والنفيس لعله يحتويها قلبه يوماً. ولو تفكر في آيات ربه لوجدها أقرب ما يكون إليه. حبيبتنا اليوم كانت تعرف هذا جيدا وعاشته حتى أصبح لها سجية، إلى أن لقبت بأم المساكين. لله ما يحمل هذا اللقب من عطف ورقة وحنان وفهم للآية الكريمة: ومما رزقناهم ينفقون. كانت أمي من السابقات للظفر بوسام السبق لاعتناق الإسلام، فعاشت في رحابه وهو في مهده. رأت بأم عينها وبقلبها الحكيم كم بذل المسلمون الأولون في سبيل هذا الدين، وكم استرخصوا في سبيله مهجهم وذرياتهم وأموالهم، ما زادها حبا وتعلقا بالإنفاق في سبيل الله. إنها أمي زينب بنت خزيمة، والتي اختلف أهل العلم في زوجها الذي كانت عنده قبل أن تتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقيل أنه الطفيل بن الحارث وقيل أنه عبد الله بن جحش. استشهد زوجها في غزوة قيل أنها غزوة أحد، فصبرت الحبيبة ورضيت واحتسبت. وكيف لقلب قد ألف الإنفاق في سبيل الله ألا يصبر ويحتسب؟ فعوضها الله سبحانه وتعالى بزوج خير من زوجها، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلت حبيبتنا بيت النبي صلى الله عليه وسلم بقلب قد فرغ من الدنيا تماما، لا يبغي منها شيء. عاشت رفقة الحبيب تنهل رحمتها من رحمته، فتفيض ينابيعا من العطف والعطاء على المساكين. أدارت ظهرها للفانية ولم تطمح نفسها يوما في حطامها، عقدت العزم على السير لنيل رضوان الله، وجعلت السبيل إلى ذلك بعد توحيد الله زرع السعادة في قلوب المساكين. فكان لا يخرج من حجرتها إلا الطاعات والصدقات. صحيح لم يطل مقام أمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعش معه طويلا، ولكن تركت رضي الله عنها أثرا بالغا في تلك النفوس التي اختارت أن تكون أما لها، أثر لا ينسى. دخلت حبيبتنا رضي الله عنها بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكينة المؤمنين، وخرجت منه بطمأنينة الخاشعين المتقين، لتكون بذلك أول زوجة تموت في المدينة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدفن في البقيع. وكان فراقها قد جدد على رسول الله الأحزان، إذ تذكر بموتها موت خديجة رضي الله عنهن جميعا. رحلت أمي بعد أن باعت كل ما تملك لتشتري فرحة يتيم ودمعة مسكين وابتسامة محتاج. ماتت أم المساكين بعد أن علمتني وإياك أن السعادة تنبثق أنوارها عندما نسعد الآخرين، عندما نكون سندا للمحتاجين، عندما نفقه ومما رزقناهم ينفقون.
فننفق من المال ومن الجهد ومن العمل ومن جميل الأخلاق ومن طيب الكلمات، ننفق من كل ما رزقنا ربنا لنكون كأم المساكين.